وللمزيد معنا من مدينة شيامان الصينية موفد أون لايف أحمد أبو زيد. أهلا بك أحمد، ما المدرج على جدول أعمال الرئيس اليوم؟ اليوم ما جرى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر منتدى الاعمال وتحدث فيه وقدم الرؤيه المصريه المرتبطه بالدرجه الاولى او بالمقام الاول بالابعاد الاقتصاديه، عندما قال ان حرب مصر ضد الارهاب لم تثنها ولم تثني حكومتها عن القيام بواجبها في سبيل تقديم برنامج اصلاح اقتصادي قوي وطموح، واستعرض ابرز محاور هذا البرنامج وقال انه كان برنامجا مصريا خالصا، لكن مصر استهدت بخطى من سبقوها في هذا المجال، وكان من بينهم بعض دول البريكس ومن بينها البرازيل التي قدمت نموذجا معتبرا في محاولة تخفيض معدلات التضخم عبر زيادة حجم الانتاج، وكذلك التجربة الهندية فيما يتعلق بالحوكمة الالكترونية لمحاولة التعرف على مستحقي الدعم وتنقية بطاقات الدعم وما الى ذلك. ثم تحدث الرئيس السيسي كذلك عن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وهذا كما توقعت كل الاوساط قبل هذه القمة بان يكون هذا جانبا مهما من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الحديث بشكل عام حول قمة دول البريكس، باعتبار أن خطط التنمية المستدامة 2030 كانت محورا أساسيا من محاور النقاش بين كل الدول في القمم السابقة، ومن بين ما قدمه الرئيس الصيني شي جين بين قبل أن تبدأ هذه القمة وفي يناير الماضي تحديدا عندما خاطب زعماء دول تجمع البريكس، كان الحديث عن خطط 2030 و2030 بالأحرى خطط التنمية المستدامة فيها كان محورا مهما. الرئيس السيسي كذلك استعرض جملة من التطورات الاقتصادية كان على رأسها حجم المحفزات الاقتصادية التي وضعتها مصر، ومن بينها تحرير سعر صرف الجنيه ما أفضى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، الحديث كذلك عن قانون الاستثمار الجديد والتعرف على رؤى المستثمرين الذين تم أخذ بعض ملاحظاتهم على القانون الذي سبق إصداره في أعقاب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وقال إن هناك جملة من التطورات الحاصلة في مصر تقول إن مصر تسير على الخط الصحيح فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، وقال إن هذا البرنامج كما كان برنامجا مصريا 100% إلا أنه كان صحيح أنه كان مكلف اجتماعيا نوعا ما، إلا أنه وبطبيعة الحال لم يكن من اللائق أو من المقبول أن يتم تجاوز هذه الخطوات في هذا الوقت، ولم يكن من المنطقي إرجاؤه على أي نحو. ماذا بعد هذه الجلسة في منتدى الأعمال؟ ما تبقى من برنامج عمل الرئيس السيسي اليوم؟ نعم، فيما يتعلق بنشاط الرئيس السيسي فهناك حسب ما ورد بالامس فان الرئيس السيسي سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش اعمال هذه القمه، ثم بعد ذلك هناك مأدبه عشاء يقيمها الرئيس الصيني شي جين بينغ للزعماء المشاركين في اعمال هذه القمه. هذا تصور معنا على الهواء الان احمد، يعني بالفعل التقى الرئيس السيسي بنظيره الروسي، يعني الصور امامنا على الشاشه الان، لقاء خاص ثنائي منذ قليل جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي. نعم أحمد، عدد كبير من اللقاءات الثنائية التي ينتظر أن تعقد بين كل زعماء الدول، وربما كان هذا سببا رئيسيا في حالة اختناق مرورين شديد تعيشه مدينة شيامن. المسافة ما بين المركز الصحفي إلى مقر الإقامة ربما لا تستغرق أكثر من ثلث إلى نصف الساعة، لكننا على مدى ساعة وربع الساعة حتى اللحظة ربما لم نصل حتى إلى مقر الإقامة، مضطرنا إلى محاولة الترجل إلى مقر الإقامة ولم نصل حتى الساعة، ربما هذه كانت من بين مسببات غلق الجزء الأكبر من الطرقات في مدينة شيامن. بعد لقاء الرئيس السيسي والرئيس فلاديمير بوتين والتي كما ذكرت جرت هذه المقابلة بالفعل، ويفترض أن جملة من القضايا الثنائية بين مصر وروسيا سيتم مناقشتها من بينها كذلك وغير خاف على أحد توقيع العقود النهائية لمحطة الضبعة النووية والحديث عن عودة السياحة الروسية من جديد إلى مصر، وهاتان المسألتان تم مناقشتهما في العاصمة الروسية موسكو قبل أسابيع أو قبل أقل من أسابيع عندما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري في جولة أوروبية روسيا واستونيا ولاتفيا، كان في لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وتم الحديث حول هذه المسائل، وستكون هناك مسألة إقليمية ربما تكون حاضرة أيضا على جدول اجتماعهما وهي المسألة الروسية، ومصر وروسيا جرى بينهما تنسيق كبير على مدى الأشهر الفائتة فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد وخفض التوتر التي تم استحداثها. الجهود المصرية والروسية أفضت إلى غوطة دمشق الشرقية تدخل ضمن مناطق خفض التوتر، وكذلك ريف حمص الشمالي، هذه ربما تكون من بين جملة القضايا التي
سيتم مناقشتها. طيب. ما بعد هذه القمة الثنائية التي انتهت كما ذكرتي سيتم الذهاب إلى مأدبة عشاء يقيمها الرئيس الصيني شي جين بينغ لكل الزعماء الحاضرين لأعمال هذه القمة. عظيم. طيب أحمد، من المهم أيضا أن نلقي الضوء على كيف تلقى المؤتمرون والحاضرون كلمة سيادة الرئيس وشكل التجاوب مع المناخ الاقتصادي الجديد بمفرداته المختلفة كما فندها سيادة الرئيس في خطابه. الخطاب جاء متسقا تماما مع الأولويات المصرية، مع الرؤى المصرية. الخطاب جاء من صميم الرؤية المصرية، هذه رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يطلقها فقط أمام المؤتمرين الدوليين، لم يطلقها أمام المجتمع الدولي، ولم يطلقها أمام المؤسسات الدولية فحسب. هذه هي الرؤية المصرية التي يتم ترويجها وترديدها أمام المواطن المصري وأمام المجتمع الدولي، أمام المؤسسات الدولية وأمام الرؤساء الغربيين. هذه هي الرؤية الواحدة، الرؤية التي تقول إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان لزاما على الحكومة وعلى الدولة المصرية أن تتخذ، حتى وإن كان يبدو مكلف اجتماعيا كما يأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الحديث دوما، لكنه كان من العسير للغاية أن يتم إرجاؤه أكثر من ذلك، لأن الكلفة كانت ستكون باهظة إلى حد كبير. هذه الرؤية المصرية إذا كانت نابعة من صميم القناعات المصرية التي هي الرواية التي يتحدث بها في الداخل المصري والرواية التي يتم الحديث بها كذلك أمام كل المحافل الدولية، فإنها كذلك تأتي متسقة مع المناخ العام الذي يحيط بالأبعاد الاقتصادية لتجمع البريكس. وبالأمس فقط كان الرئيس الصيني شي جين بينغ يتحدث عن أن المثل الشعبي الصيني القديم يقول أن الدواء الأكثر فاعلية هو الدواء الأكثر مرارة، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الصين قبل سنوات بل ربما قبل عقود هو الذي أفضى إلى نتائج ملموسة، لأنه إن كانت له كلفة حقيقية تكبدتها الصين وتكبدها الشعب الصيني في وقت من الأوقات، إلا أنه في حقيقة الأمر يجني ثمرتها الآن. هذا يأتي متسقا تماما مع ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، تحديدا فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية ليست المحيطة بمصر فحسب وإنما المحيطة بكل المتغيرات الدولية. وهل تتفهم أحمد دول البريكس حجم هذه التحديات التي تمر بها الدولة المصرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب من جهة، وأيضا القيام بإصلاحات اقتصادية من جهة أخرى؟ يعني هل هذه الفكرة وهذه التحديات وحجم هذه التحديات تصل إليهم بشكل جلي؟ هذه ربما كان من الذكاء أن يستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه مباشرة بأن مكافحة الإرهاب من قبل الدولة المصرية لم يثنها أبدا عن المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي. صحيح. هذه مسألة كانت بالغة الحيوية وبالغة الضرورة في أن يتم الحديث عن أن هناك أولويات متزامنة يتعين على الدولة المصرية أن تنشط في مجال مكافحة الإرهاب، والذي لا يبدو أنه خاف على أحد أنه صار يهدد العالم بأسره من أقصاه لأقصاه، صار الإرهاب خطرا داهما. وفي ذات الوقت هناك جملة من المتغيرات الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة، هناك جملة من المتغيرات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة في ضوء ما بات يعصف بالمنطقة في محيطنا في محيط مصر بطبيعة الحال من أزمات، وبطبيعة الحال الأزمة الاقتصادية التي يتحدث فيها أحد كبار عمالقة الاقتصاد في العالم العملاق الصيني، يقول إنه منذ وقت الأزمة المالية العالمية في 2008 وحتى الآن الرجل يقول إن هناك اختلالا هيكليا في موازين الاقتصاد العالمي، حتى اللحظة يقول إن الأزمة التي عصفت بالاقتصادات العالمية في 2008 حتى الآن لا تزال هزاتها الارتدادية قائمة، ما يعني أن التحديات الاقتصادية بالنسبة للاقتصادات العملاقة تبدو كبيرة، ما بالك بدولة تخطو خطواتها الأولى في سبيل الإصلاح الاقتصادي. هذا يعني أن هناك مساران متوازيان، مكافحة الإرهاب الذي صار أمرا واقعا ومفروضا على الكافة، والعمل وفق مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يتحدث به كبار القوم الاقتصاديون. عندما يتحدث الرئيس الصيني عن حجم ما أنجزته الصين واقتصادها على مدى السنوات الفائتة ويقول أن الأمر كان مرده في بداية الأمر إصلاح اقتصادي باهظ الثمن باهظ الكلفة، دواء مر لكنه في النهاية له فاعلية ونجاعة كبيرة، وبالتالي المسألة تبدو واضحة للغاية. أشكرك شكرا جزيلا موفد أونلايف أحمد أبو زيد على كل هذه التفاصيل من شمن الصينية.